يا دار عذريني يا دار عذريني. عتابة وصلتنا كلماتها من أيام قبل وتعابيرها بالحزن اختصرت حالة الأهالي بمدينة الموصل، وبعض الجهات من وصلتها نتائج التحقيق بفاجعة الحمدانية والانقسام على رفضها وتأييدها بعد أيام من الانتظار واستغلال الحادثة بالصراع السياسي بين خصوم معروفين بأهداف واضحة وغايات مرسومة بقرارات سابقة نيتها هو ضرب الحكومة المحلية وافتعال أزمة تهدد الاستقرار وتعمق الخلافات بعنوان يضرب عصفورين بحجارة. مثلا نتائج التحقيق بحريق قاعة الحمدانية وتوصياتها بإعفاء بعض المسؤولين المحليين لمحافظة نينوى وتحديد الأسباب الرئيسية للحريق والمقصرين اختلفت عليها ردود الأفعال بين جهات تبصم بالعشرة على تأييدها وأطراف رفعت راية الاعتراض واعتبرتها شكلية وبعيدة عن حجم الفاجعة وعدد الضحايا، وبمقدمتها رئيس الأساقفة السرياني الكاثوليكي لمدينة الموصل اللي أعلنها بعبارات صريحة وقال نرفض نتائج تحقيق اللجنة الحكومية وقراراتها بإقالة مدراء البلدية والدفاع المدني وبعض المسؤولين بالحمدانية واعتبرها مؤامرة سياسية تستهدف المسؤولين المسيحيين، وكملها باتهامات أطلقها على جهات تحاول استغلال المأساة لأهداف سياسية، وختمها بدعوة لأبناء المكون المسيحي لمقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة بخطوة أولية للرد على نتائج التحقيق بس وعلى طريقة أخبز خبزك ما دام التنور حار. الحزب الديمقراطي الكردستاني التحق بقائمة الرافضين على لسان القيادي وفاء محمد اللي وصف نتائج التحقيق بالمخجلة والمعيبة وعلق عليها بعبارات عنوانها استهانة بأرواح الضحايا، ولمح لخضوع اللجان التحقيقية لجهات سياسية تستخدمها لمصالحها الحزبية والشخصية، واستند باتهامه لقرارات الإعفاء اللي استهدفت القائم مقام ومدير الإطفاء وتقديمها كبش فداء للمجرمين الكبار مثل ما يقول. لكن القصة ما انتهت، وأكو جهات برلمانية ردت على أصحاب الاتهامات والرافضين لمعاقبة المقصرين وفسرت أسبابها بنزاع سياسي بين البارتي وحزب مسيحي عند نفوذ بسهل نينوى لأن بعض المدراء المقالين تابعين لجهات كردية. هذا الكلام مو من عندنا، مواقف كشف عنها النائب عن كتلة الصادقون علي جمالي وقال المسؤول اللي منح الموافقات لإنشاء قاعة الهيثم مرتبط بحزب كردي، يعني السالفة وراها مصالح خاصة مو لأجل عيني شغيدة. بس الاعتراضات على النتائج طلعت من الخانة الحزبية وبعض الأطراف المحسوبة على المستقلين من أهالي نينوى رفعوا أصواتهم بمساندة الرافضين ورسموا خارطة محددة لقرارات اللجنة. الإجراءات الحكومية الرادعة لمثل هكذا كارثة وفاجعة كانت ضعيفة جدا، وهذا يثبت مثل ما تكلمت وتحديت تذكرين بذاك اللقاء تحديت، هذا يثبت أنه رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة لا يستطيع أن يعفي لا مدير عام ولا محافظ ولا مدير أي دائرة بأي محافظة بالعراق، لأنه هذا المدير تابع الحزب الفلاني والكتلة الفلانية. ولا أنت شوفي يعني من ضمن المعاقبين مدير التصنيف في شعبة السياحة، لعد مدير شعبة السياحة منه، مدير دائرة السياحة منين، واللي وقع الإجازة مع القاعة، لأنه أول من يوقع أو آخر من يوقع هو مدير السياحة لأن تعتبر ضمن السياحة القاعة. ليش ما عاقب مدير السياحة والآثار مال نينوى؟ لأنه أكو في حزب فلاني. لكن الجهات نفسها من سألناها على مواقفها من محافظ نينوى نجم الجبور وأسباب الانتقادات الموجهة لمدراء الدوائر الرتشان. أنا عداء أو شيء مع نجم الجبور أنا ما عندي، لا معه ولا مع غيره، أنا عدائي مع الفاسدين. أنا عدائي مع الحرامية. كائن من يكون. وأضيف اسمعيني، إيش قد أنا كنت أحكي عن المكاتب الاقتصادية وعن المسلحين وعن الميليشيات، تعرفين شو تبين؟ ما أقول ماكو مكاتب اقتصادية في محافظة نينوى ومدينة الموصل، ولكن هاي المكاتب الاقتصادية تشتغل حالة حال أي مقاول، حالة حال أي صاحب شركة. يعني القصة صايرة مثل سالفة ملطخ بدم المشاتي. بس المفكر السياسي غالب الشابندر عنده موقف يفسر أسباب التركيز على حادثة الحمدانية أبرزها واستخدامها وسيلة للابتزاز السياسي. هذا الحادث الذي حصل هو ليس بدعا في تاريخ العراق المعاصر، قبل فترة تهدمت بناية بكاملها، صحيح ولا مو صحيح؟ وذهب ضحيتها العشرات، صحيح ولا مو صحيح؟
حرائق تكون تصير بالعشرات بالمستشفيات. صحيح. فلماذا التأكيد والتركيز على هذا الحادث دون غيره؟ أنا أعتقد أكو سببين في هذه القضية. أولاً أكو سبب موضوعي هو ضخامته، والسبب الثاني لأنه حدث في أقلية مظلومة محرومة، فأريد لها أن تكون وسيلة ابتزاز. وبهذا التعميق وبهذا التأويل المتعدد والتفسير المتعدد القضية سياسية. والدليل تصريحات ودعوات سهامها وصلت للسيد المحافظ نجم الجبوري أهدافها تحميل المسؤولية وإبعاده عن المنصب. يعني رواية قاعة الحمدانية وحقيقتها وأسباب قرارات اللجنة التحقيقية يراد نسمعها من حكومة نينوى المحلية والطرف المستهدف بالحملة السياسية حتى نعرف البير وغطاء على صوت الرباب وكلمات العتابة. يا عيابة حرام النار ما مرج عقبهم ودمع عين ما يبطل يا ولي يما عقبهم